هذا الكتاب وهو مرايا الظلال القادمة، دراسات في الشعر العربي المعاصر. في هذا الكتاب يجد القارئ لنقل 9 دراسات متتالية تبدأ بالحديث عن تطور جماليات القصيدة العربية بدءا من تخوم الشعر الجاهلي، وصول نقل إلى حقل الحداثة الشعرية. هذه الدراسة الأولى. في هذه الدراسة يتم التمهيد للموضوعات التالية، ثم تأتي بحوث أخرى تتحدث مثلا عن استحضار التراث العربي في الشعر الحديث، كيف استحضر مثلا الشاعر العربي شخصية تراثية قد تكون قادمة مثلا من الموروث الأدبي، من الموروث التاريخي، من الموروث الديني، كيف وظفها في قصيدته الحداثية، كيف أفاد منها رمزا أو مثلا لنقل قناعا وما شابه ذلك. المجموعة فيها جهد طويل، خاصة أنه أنا يعني صراحة ما بكتب أي قصة بتخطر ببالي، أنا بترك القصة إذا أزعجتني ظلت تزعجني بتخلص منها آخر شيء، بس إذا نسيتها بتكون غير جديرة بالكتابة. بالتالي أنا كاتب قصة مقل، بعتبر القصة هي الملكة المدللة تبعي، ولا أكتب القصة إلا إذا يعني تحولت إلى يعني عبء حقيقي علي، مثل جسم داخل روحي يجب أن أتخلص منه بأن أخرجه على الورق.